أهلا بكم أبناءنا التلاميذ في حصة جديدة في إطار المراجعة استعدادا لامتحان البكالوريا. حصة اليوم نخصصها للبكالوريا شعبة الرياضة ونعنونها بالرياضة والقيم في إطار التأليف المحوري. إذن نبدأ مباشرة بالتخطيط. يستهل عملنا بمدخل نظري نقدم فيه مفهومي كل من الرياضة والقيم، ثم نذيل ذلك بقسم نحدد فيه العلاقة بين الرياضة والقيم تبعا لواوي العلاقة، ثم نخصص في قسم ثان العمل للجانب الإجرائي بدراسة أهمية الرياضة في إنشاء القيم. نبدأه في جزء أول منه بدور الرياضة في تهذيب قيم الفرد، ثم في القسم الثاني نبين فيه دور الرياضة في تهذيب قيم المجتمع، ثم في قسم ثالث نبين فيه دور الرياضة في التقريب بين الأمم والشعوب، لنختم عملنا الإجرائي ببيان دور الرياضة في نشر القيم الإنسانية والكونية، ونذيل عملنا بخاتمة. نبدأ مباشرة مع القسم الأول النظري. القسم الأول النظري سنستهله بمقطع لشريط مصور نحدد فيه بعض مظاهر الروح الرياضية، فلنبدأ. نبدأ القسم الأول النظري بمفهوم الرياضة. الرياضة هي نشاط بدني يتم من خلاله إشباع حاجات الفرد ودوافعه البدنية والنفسية وتنمية قدرته في التعبير عن ذاته ورغباته وميولاته عن طريق اللعب. وهي أيضا نشاط قديم خدم الإنسانية مارسها منذ نشأته، لأن طبيعة الحياة فرضت عليه أن يمشي ويجري ويتسلق بحثا عن الرزق أو دفاعا عن النفس. والرياضة اليوم ظاهرة اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية تستقطب اهتمام جميع رائح المجتمع. في القسم النظري الثاني ننظر في مفهوم القيم. في جانب اللغة تمثل القيم جمع قيمة، وهي ثمن الشيء، وقومت السلعة أي ثمنت وحدد سعرها، وتقييم الشيء أي إعطاؤه قيمة وقدرا. أما اصطلاحا فتعني القيمة مجموعة الأخلاق التي تمنح نسيج الشخصية وتجعلها متكاملة قادرة على التفاعل الحي مع المجتمع ومكوناته.
وهي أيضا مجموعة المبادئ والقواعد والمثل العليا والمعايير التي تساعد على توجيه سلوك الفرد وتنظيم حياته ودفعه لفعل الخير واجتناب الشر. في القسم النظري الثاني نستنتج فالجانب الأخلاقي القيمي هو جوهر الإنسان ودليل ما بداخله، والتزامه بالخلق النبيل يعزز استقراره واتزانه، وغياب القيم يؤدي إلى فساد الفرد والمجتمع. في استنتاج ثاني، القيم الخلقية إذن هي خير وسيلة لبناء خير فرد لخير مجتمع وخير دولة وخير حضارة، وهي ضرورة لصيانة الأجيال من تسرب الفساد إلى نفوسهم. في القسم الثالث من المدخل النظري ننظر في علاقة الرياضة بالقيم تبعا لواو العلاقة. يعتبر العمل الرياضي إحدى أهم الحاضنات لتعزيز القيم وترسيخها، لذلك نقول أخلاقا رياضية عندما نشير إلى حسن الأخلاق. نواصل تبين علاقة الرياضة بالقيم تبعاً لواو العلاقة. الأخلاق الرياضية سلوك مكتسب ينتج عن محيط اللاعب منذ الصغر، فالمرجعية الأخلاقية من أهم مقومات البناء السليم للرياضيين. الرياضة مجال للتنافس الشريف بين الفرق تتسم بروح المنافسة واندفاع كبير نحو تحقيق الألقاب، ولا يكون ذلك بالانحراف عن القيم المثلى. في جانبنا الإجرائي ننظر في أهمية الرياضة في إنشاء القيم، وفي قسم أول منه ننظر في دور الرياضة في تهذيب قيم الفرد. تطلع الرياضة بدور كبير في تهذيب قيم الفرد، فهي تمكنه من حسن استغلال أوقات الفراغ واجتناب كل أشكال الانحراف كالتدخين والمخدرات والفساد. والرياضة تغرس الثقة بالنفس والتحكم في الانفعالات والسيطرة عليها ومغالبة النفس والتصرف بسلوك قويم احترام الغير والتضامن الفعال. ونواصل مع هذه المشاهد. بكل مسؤولية من أجل إكمال السباق واجتياز خط النهاية بالرغم من انهيارها بشكل كامل، لكنهم لم يتركوها وأصروا على أن تكمل السباق. بعد مشاهد الروح الرياضية تلك نواصل العرض. تعود الرياضة الرياضية على الالتزام بالصدق والأخلاق الحميدة مهما كانت النتيجة. والرياضة أيضا تربي لدى النشئ القيم والمثل العليا بتعويده على الصدق والأمانة. ففي لقاء رياضي جمع كرة القدم بين فريقين في ألمانيا ظهر مشهدان للروح الرياضية رائعان. إذن حيث احتسب الحكم ركلة جزاء لبريمن بدعوى عرقلة مهاجمه من قبل الحارس، ولكن المهاجم أبلغ الحكم بأنه لم تقع عرقلته ليتم إلغاء القرار. وفي مشهد ثان في الشوط الثاني تكرر الموقف ولكن بشكل معاكس، حيث كان البطل هو اللاعب الياباني الذي رد الجميل للفريق المنافس وأخبر الحكم بعدم وجود ركلة جزاء لصالحه. مع المشاهد. نبل كبير من اللاعبين برهن من خلاله على أخلاق عالية. في مشهد آخر للروح الرياضية تخسر هذه اللاعبة السباق من أجل أن تنقذ زميلتها. إن أسوأ كابوس لكل عداء هو أن يشارك في واحدة من أهم المسابقات في حياته المهنية فقط ليتعثر وتهدد فرصه في الفوز بميدالية. ومع ذلك
فقد هرعت هاتان العدائتان إلى مساعدة منافساتهما في السباق التي انهارت قبل خط النهاية، وبرهنتا عن نكران الذات والروح الرياضية المثالية. قبل الوصول لخط النهاية، إلا أن إحدى المشاركات تركت السباق وبقيت بجانبها لتساعدها على التقدم وإكمال السباق قبل أن تأتي متسابقة أخرى لمساعدتها في مشهد نبيل يستحق الاحترام. في مواصلة لدور الرياضة في تهذيب القيم، نرى أيضا أنها تعلم الفرد المثابرة وعدم الاستسلام ومواجهة الواقع مهما كان نوعه، والتعويل على الذات في تحقيق حاجياته ومتطلبات حياته. ولنا في هذا الفيديو أمثلة لذلك. متسابقة سقطت أرضا قبل وصولها لخط النهاية وسط محاولتها لاجتياز الخط، لكن المنظمون أدركوا أن سلامتها أهم من إتمام السباق، ليتجهوا نحوها لإسعافها بعدما أصبحت غير قادرة على الحركة. إصرار كبير أظهرته هذه اللاعبة في هذه المنافسة، تصل حد النهاية حتى ولو كان زحفاً. الرياضة أيضا تكون الفرد وتنمي قدراته بدنيا وصحيا وفكريا وأخلاقيا، وهي تشحن الرياضية بدوافع إيجابية لتقديم الأفضل، وهي تنشر الروح المحبة والمودة مهما كانت النتائج مع هذه المشاهد. هذه الصغيرة التي تعاني من فقدان أحد أطرافها كانت أكثر سعادة من غيرها بما نالته من حديث ومداعبة مع نجم كرة السلة الذي يحقق لها أمنيتها بالحديث معها ومشاركتها اللعب بالكرات، وحالة الذهول والفرح تظهر في عيونها. إنسانية عالية تمتع بها هذا اللاعب تجاه تلك الفتاة. الرياضة أيضا تساعد الرياضي على التخلص من أنانيته مع الآخرين، وهي تشعر الفرد بالمساواة في ممارستها، فهي ليست حكرا على فرد دون آخر أو على فئة دون أخرى أو على جنس دون آخر. تمكن الرياضة الرياضية أيضا من استغلال أوقات الفراغ بهدف تحقيق الانشراح والسعادة والترويح عن النفس. والرياضة أيضا تعود الرياضية على بذل الجهد لتحقيق التميز والنجاح، وتوثق الصلة بين الرياضي وأقرانه من جهة ومدربه من جهة أخرى، وتمكنه من استغلال إمكاناته الذهنية أثناء القيام بالحركة. والرياضة تخرج ما هو مكبوت بداخل الرياضي وتغذي حريته ووجوده كفرد، وتوفر الأرضية لتعلم الانضباط والثقة بالنفس وروح القيادة والشعور بالتآخي. والرياضة أيضا تحقق تكيف الرياضي الاجتماعي والنفسي داخل الأسرة والمجتمع والوطني. الرياضة تكسب الرياضية حب النظام والتعاون وروح المسؤولية، وتهذب سلوكه وتنمي صفات الطاعة والمساهمة في اتخاذ القرارات الجماعية. والرياضة أيضا علاج للرياضي من بعض حالات الانطواء والاكتئاب والخجل وعدم القدرة على الاندماج، وهي تنمي الطموح والتطلع إلى التفوق والامتياز. والرياضة تكسب الرياضية الدقة في التركيز الانتباهي، وتساهم في بناء شخصية متزنة
وهادئة ورصينة للمراهق، وهي تحقق العمل في مجموعات وتيسر التفاعل في إطار القيم ومبادئ الروح الرياضية، وهي تعود الرياضية على تحمل المسؤولية واحترام آراء الغير. والرياضة تقي المراهق من الطيش غير المفيد، وهي تساهم في إعداد رجل الغد من جميع جوانبه. ننظر الآن في القسم الثاني من أهمية الرياضة في إنشاء القيم ببيان دورها في تطوير قيم المجتمع. الرياضة تربوية بالأساس، فهي لا تكتفي بتحقيق المتعة أو المشاعر الوجدانية فقط، بل تحول موقف الفردية إلى سلوك يستوعب الآخر ويأخذ في الاعتبار مفاهيم الفريق واحترام الآخرين. روح رياضية عالية برهن عنها اللاعب الدولي إنيستا، فقد تزامل النجم الإسباني إنيستا مع زميله الراحل داني خاركي ضمن منتخب شباب إسبانيا، وحافظ على علاقتهما الطيبة رغم كونهما يلعبان في فريقي برشلونة المتنافسين. ومات خاركي، فاستحضر إنيستا ذكرى صديقه الراحل أمام ملايين المشاهدين خلال كأس العالم، إذ خلع قميصه بعد تسجيله هدف منتخبه لتظهر عليه العبارة التالية: داني خاركي ستبقى معنا. والرياضة تساعد على انفتاح أفراد المجتمع على بعضهم بعضا، وتوعي المواطن بمنظومة القيم والواجبات تجاه وطنه، وهي ترسخ الاشتراك في الأهداف بالدفاع عن راية الوطن في الملتقيات الدولية، مع مشاهد الفيديو التالية. الرياضة تطلع بدور كبير في تطوير قيم المجتمع، فهي تجسم القيم الإنسانية اللازمة لحياة اجتماعية عفيفة وصالحة، وتغذي الشعور بمتعة العمل والمجهود، وهي تعزز شعور المواطنة وترسخ الثوابت الوطنية، وهي ترسي دعائم الأمن والاستقرار من خلال نشر مبادئ الخير والتعاون والتسامح واحترام القانون ونبذ العنف واحترام قيم العدل والمساواة، وهي تساهم في بناء المجتمع والربط بين أفراده وفي التقريب بين الشعوب وتدعيم تضامنها وتحاببها. والرياضة تعلم النشأ المبادئ الأساسية للديمقراطية كالتسامح والاحترام، وهي تحقق المساواة والحرية بتوفير مجال للنساء والفتيات وذوي الإعاقة للسيطرة على الجسد وحسن الإحاطة به.
والرياضة تساهم في التكيف الاجتماعي وفي ترسيخ القيم النبيلة لدى الأجيال الناشئة، وهي تنمي قيم المواطنة، فهي تتقاطع مع المواطنة في الكثير من القيم الإنسانية مثل الولاء والانتماء والأمانة والقيادة والإخلاص والتضحية والتفاني والانصهار في الجماعة والعمل من أجلها. والرياضة تحفز التماسك الاجتماعي داخل المجتمعات المحلية والوطنية، والرياضة توعي بالقيم الوطنية وتقوي الجبهة الداخلية بتجذير المواطنة والوطن الواحد مفهوما وسلوكا وممارسة عملية. والرياضة ترسخ الهوية الوطنية الجامعة وتحقق التلاحم والتآزر وتساعد على مؤازرة الآخرين والقضايا الإنسانية العادلة. ولربط الرياضة بالمواطنة ثلاث ضرورات هي: ضرورة وطنية، وضرورة اجتماعية، وضرورة دولية. أما الضرورة الوطنية فتتمثل في تنمية الإحساس بالانتماء والهوية، أما الضرورة الاجتماعية فتتمثل في تنمية المعارف والقدرات والاتجاهات والمشاركة في خدمة المجتمع ومعرفة الحقوق والواجبات. وأما الضرورة الدولية فهي تعد المواطن لمواكبة الظروف والمتغيرات الدولية والتعامل معها. وتعد الروح الرياضية من عناصر الأخلاق الرياضية، وتتكون من ثلاثة مفاهيم مترابطة وربما متداخلة، وهي: أولاً اللعب النظيف، وهو ضرورة حصول كل المنافسين على فرص متساوية لتحقيق الفوز والتعامل مع الآخرين بطريقة صادقة ومحترمة مثل مساعدة الخصم على النهوض والمصافحة بالأيدي بعد المباراة. أما العنصر الثاني فهو الروح الرياضية، ونعني بها الكثير من القيم والمبادئ المتشابكة على رأسها العدل والمساواة واحترام الجميع وعدم إيذاء الخصم أو استعمال وسائل غير شرعية لتحقيق الفوز. وأما القسم الثالث منها فهو الالتزام بالقيم، أي أن تكون فائزا جيدا كما تكون خاسرا جيدا، تتحلى بالأخلاق سواء كنت منتصرا أو منهزما. وتتداخل في تحديد الأخلاق الرياضية إلى جانب الرياضي ثلاثة عناصر أساسية. أولها الجماهير، فهي في الغالب الأقل تمثلا للأخلاق الرياضية، تدفع في سبيل الفوز مهما كانت الوسيلة، فتسلك سلوكا منافيا للأخلاق. وثانيها المدرب، فهو قائد الفريق وموجهه، لذلك وجب أن يكون قادرا. أما المدرب فهو قائد الفريق وموجهه، لذلك وجب أن يكون قدوة للاعبيه بإعادتهم إلى وعيهم وعدم الانخراط في انتقادات الحكم والإساءة للخصم. وأما العنصر الثالث فهو الإعلام، فله دور فعال في نشر القيم الرياضية نظرا لانتشاره الواسع وتأثيره الفعال في المجتمعات. بهذا نمر إلى القسم الثالث من أهمية الرياضة في إنشاء القيم، أي من الجانب الإجرائي، ببيان دور الرياضة في التقريب بين الأمم والشعوب. تطلع الرياضة بدور أساسي في التقريب بين الأمم والشعوب، فهي تربط أواصر الأخوة بين الأمم والشعوب، وتحقق التثاقف بين الحضارات من خلال خلق حوار حضاري ناجح وناجع وخلاق، وهي تحل التسامح والمنافسة الشريفة، وتقاوم الميزة العنصرية، وهي تحقق السلم العالمية، فليست الرياضة ممارسة لحرب ضروس
مهما كانت شدة المنافسة. تصنف بين أفضل اللحظات الرياضية في التاريخ بعدما رفض هذا اللاعب تعريض حياة خصمه للأذى وترك اللعب لكي يتفادى منافسه السقوط على ظهره، بالرغم أن الفرصة كانت محققة لتسجيل نقطتين لفريقه، لكن مشاعره الإنسانية تفوقت على كل شيء. روحه الرياضية جعلته يضحي بنقطتين لكي ينقذ حياة صديقه. روح رياضية عالية جعلت هذا اللاعب يضحي بنقطتين أكيدتين لصالح إنقاذ صديقه من الخطر. والرياضة أيضا تعرف الرياضيين من خلالها بإنجازات بلدانهم المغمورة أحيانا وبمشاغل أوطانهم، وتسلط الضوء على القضايا العادلة. يقول بيير دو كوبرتان وهو منشئ الألعاب الأولمبية متحدثا عن شعار الألعاب الأولمبية الذي أراده موحدا لشعوب العالم والقارات جميعا: هذه الحلقات الخمس تمثل المناطق الخمسة في العالم، والألوان الستة المضمنة فيها تعكس تلك الخاصة بكافة الدول من دون استثناء. ويعتبر هذا الشعار تأكيدا لروح الأخوة بين الشعوب في كل القارات حسب عبارة الكاتب. والرياضة أيضا تمكن من القدرة على تخطي حدود الثقافات والحضارات باعتبارها نشاطا عالميا وقاسما وشغفا مشتركين، فهي تبني جسورا بين الشعوب والدول والطوائف بصرف النظر عن الخلافات الثقافية أو الجنسية أو العرقية أو الدينية. الرياضة تساهم في حل النزاعات والعمل على تحقيق السلم العالمية، وذلك لقدرتها على تجاوز الحدود الجغرافية والثقافية. والرياضة تنشر قيم التحابب والاحترام والتضامن بين شباب العالم. بهذا نخلص إلى القسم الأخير من الجزء الثاني من عملنا التطبيقي ببيان دور الرياضة في نشر القيم الإنسانية والكونية. أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 558 والمعنون ب: الرياضة وسيلة لتطوير التعليم والصحة والتنمية والسلم، أقرت بالقيم الإيجابية للرياضة والتربية البدنية، واعترفت بالتحديات القائمة أمام عالم الرياضة، واعتبرت سنة 2005 سنة دولية للرياضة والتربية البدنية، ودعت كافة الحكومات والمنظمات إلى: أولاً، إدراج الرياضة والتربية البدنية في برامج التنمية. ثانياً، تطوير الرياضة والتربية البدنية باعتبارهما وسيلة للتنمية الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية على الأصعدة المحلية والدولية. فليست الأهداف والمهارات إذن وحدها هي التي تمتع المشاهدين في عالم الرياضة، بل هناك ما هو أجمل وأسمى وأشد تأثيرا ورسوخا في ذاكرة الناس. إنها مشاهد الروح الرياضية والأخلاق العالية، استطاع أبطالها تجسيد أروع القيم الإنسانية من صدق ووفاء واحترام وتواضع وشهامة وإيثار عبر مواقف خالدة أظهرت الوجه الأخلاقي النبيل للرياضة. ومع هذا الشريط المصور للروح الرياضية.
الرياضية أيضا وفاء الأصدقاء لصديقهم، فعند الشدائد يعرف المرء أصدقاءه الحقيقيين. هذا ما عاينه مدافع برشلونة الفرنسي الذي ابتلي بمرض السرطان، فوجد دعما منقطع النظير من زملائه وأصدقائه في فريق برشلونة، حتى أن قائد الفريق تنازل له عن شارة القيادة ليرفع كأس البطولة. ثم عرض عليه زميله البرازيلي أن يتبرع له بجزء من كبده في لفتة نبل وشهامة ندر نظيرها، ولكن اللاعب رفض ذلك حرصا على مسيرة زميله البرازيلي المتألق. كانت هذه مشاهد رفع الكأس من قبل ذاك اللاعب. وفي لفتة أخرى للروح الرياضية نجد اللاعب أو العداء في الأيام الأولى لمونديال ألعاب القوى، حين كان العداء منهكا وعلى شفير الانهيار، هب أحد منافسيه إلى مساعدته على اجتياز الأمطار الأخيرة، ثم اطمأن عليه حتى جاءه المسعفون وأنهى العدائان السباق دون تتويج، وكل منهما الممثل الوحيد لبلده، فوقف الجمهور تحية لهما. وفي لفتة أخرى للروح الرياضية تحصد هذه العداءة ميداليتين ذهبيتين في مسابقة واحدة، متحدية بذلك الأيام العصيبة التي عاشتها نتيجة اللجوء من ناحية والشبهات التي رافقتها لكونها ضمن الفريق الذي يتدرب بإشراف المدرب الأمريكي الذي أوقف قبل المنافسة لخرقه قواعد المنشطات. ومن الروح الرياضية أيضا كان اللاعب الألماني متواضعا إلى حد كبير في خوضه المنافسات العشاري، فعاد إلى بلاده كأصغر بطل لهذه اللعبة في تاريخ مونديال ألعاب القوى، تواضع جم تمتع به حتى في توقعاته للمستقبل القريب بعد هذا الإنجاز الكبير، حين قال: لا أعتقد أني أفضل لاعب في طوكيو. هي لوحة أخرى من صداقة المنافسين في مسابقة القفز بالزانة للرجال، إذ قام كل من المنافسين الأمريكي والسويدي والبولندي أصحاب المراتب الأولى بالاحتفال معا، تعبيرا عن صداقتهم الحميمة واحترامهم لبعضهم البعض. وإن شئنا أن نختم نقول: يحتاج الرياضي إلى التحلي بقيم أخلاقية نحوصل أهمها في: أولا، احترام حقوق الآخرين وإنسانيتهم. ثانيا، التعامل باحترام ومحبة قبل النشاط الرياضي وأثناءه وبعده. ثالثا، أن يكون الرياضي عادلا. رابعا، أن يكون محترما للقوانين يتحمل مسؤولية مخالفتها. خامسا، أن يتجنب إيذاء الآخرين قولاً وفعلاً. سادساً، أن يحافظ على هدوئه حتى مع استفزاز الخصم له. سابعاً، أن يتجنب حل الخلافات بالقوة والعنف. ثامناً، أن يتقبل قرارات الحكم وإن تعارضت مع الواقع. تاسعاً، أن يتجنب إهانة الآخرين والاعتداء عليهم. وأخيراً، أن يهني الفائز بانتصاره بكل روح رياضية. بهذا نكون أبناءنا التلاميذ قد بلغنا خاتمة درسنا، أرجو أن تكون قد حصلت لكم الإفادة. شكرا على متابعتكم، وبالنجاح والتوفيق.